ما في القلب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. خسر النساء لأن عيشة خدات على عاتقها أنها تدافع على واحد الفئة اللي هي ما كان مسكوت عليها، وهم الأمهات العازبات والطفلات الخادمات في البيوت. عيشة كانت عندها واحد الحرقة على الهشاشة اللي كتعيشها المرأة. اش غادي نقول لك، هذه خساره لنا، وواحد الصوت غادي ينقص، ولكن كلنا حاملين الاسم ديال عائشه في قلوبنا وفي عقولنا، وغادي المسيره غادي تستمر. اليوم في حقيقه كتعجز الكلمه عن الاخت عائشه. هي انسانه طيبه، وخساره للمراه المغربيه، وخسارة القضية اللي كانت كتحمل الهم ديالها، هي قضية الأم العازبة اللي كانت حتى لآخر لحظة، حتى لهذه أسبوع وأنا معها وهي كتدوي على الأم العازبة وعلى المشاكل ديالها والأطفال المتخلى عنهم. كانت بالنسبة لي أنا شخصيا هي أخت صديقة. ما نقدرش نقول لك زعما خسارة كبيرة بالنسبة لنا، ما عمرنا غادي هذيك الإنسانة. شنو نقول لك، هي التضامن هو عائشة شنا، هي غادي تبقى خالدة، والتاريخ كيشهد ليها بالتاريخ ديالها بالعطاء ديالها، وما غاديش تموت. غتموت جسديا روحيا، ولكن هي غتبقى معانا في داخلنا، ما غننساوهاش. عطات الكثير على حساب حياتها الشخصيه، على حساب ولادها، ما خلات ما عطات. ما كتعرفش شنو هي الراحه، ما كتعرفش شنو هي الراحه، ما كتعرفش شنو هي اي مشكل كاين كتمشي تجري. تخلت على العمل ديالها، تخلت على كل شيء. كنتمنى في هذا النهار الله يعطيها الرحمه ويوسع عليها، وش نقول لك، ونتمنى يكون الخلف ديالها في احسن على ما يكون. وكنجدد مره اخرى بانها خساره كبيره للمجتمع المدني والعائله الصغيره والكبيره. سيدة حنونة بزاف، ماشي غير مع البينيفيسيغ، حتى مع البيرسونيل. زعما أي كلمة قليلة في حقها، حاجة اللي غنطلب نقول الله يثبتها عند السؤال والله يرحمها. وكيقولوا خلي ولد صالح يدعو لك، هي خلات ولاد بزاف، ولادنا ولاد البن اللي بينيفيسيغ. باش نقول لك، ما لقيت ما نقول، صافي الله يرحمها. الله يرحمها مسكينة، الله يرحمها. هذا شنو نقول، خدمة معاها جيل 20 عام، عمرها ما قلقتنا ولا شي حاجة، المشاكل ديالنا كتحلو معانا، الله يرحمها.